يا راجل داخل سيارة والله يحرج الناخر يا ولادي لي من السيارات كلهم ما نعرفش غير اسم السيلو سيارة باهية وما هيش معارضة قلتها تربي في النو نو وفي السلاسة حقا فكركم من بلاش بريحة من امراء مش عارف الناخر نتفكروا لا تحتار طبع كل يوم ترندنج صباح فيه آخر أخبار الموضة والفن وعالم السيارات معي أنا رويدة عمر على وحدة FM 101.1 صباحكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأكارم في صباح جديد وفي فقرة تريندينج صباح تأتيكم كل يوم ثلاثاء وأربعاء وخميس معي أنا رويدة عمر قدموا لكم فيها آخر الأخبار الفنية وعالم الموضة وما يخص أيضا عالم السيارات وبرضو أخبار المشاهير والسوشيال ميديا تريندينج صباح نمشوا لفقرة فوتو سيشن أول صورة معنا لليوم للممثلة صبا مبارك من دون ميك أب نزلت الممثلة صبا مبارك صورة على الانستغرام وعلى فيسبوك بدون ميك أب وكاتب عليها بالإنجليزي وبمعنى أن كل ما نتقدمه في العمر كل ما نتعلمه أكثر جميلة جدا في كل حالاتك صبا مبارك طيقتها بنفسها حلوة هلبة مش أي شخص يقدر ينزل صورة من غير ميك أب ولا فلتر على سوشيال ميديا وخصوصا لما يكون نجم وعنده متابعين بالملايين تحياتنا لها صبا مبارك نمشوا لتاني صورة للفنانة المصرية غادة عبد الرازق في أحدى جلسة تصوير لها وكانت لابسها زي ستايل السبعينات واللي ضحك في التعليقات متابعينها على فيسبوك واحدة كاتبة والله عمري 16 سنة يا غادة ومبان أني أمك جلسة تصوير برعاية المصور الفوتوغرافي خالد فادا ميك أب زينب حسن والشعر كان لأسامة درويش أما اللبس الكلاس واللي فيه روح أيام أسمهان لمصممة الأزياء عبير الأنصاري لوك جريء زي ما نشوفه برضو مش أي شخص يقدر يلبس هذا اللوك أو يدير هذا الميك أب ويرجع لي لوك السبعينات يعني مش أي شخص يمشي يتماشى معاه هذا اللوك بس تحية أكيد لغادة عبد الرازق زي ما تعودنا عليها هي قوية الشخصية جميلة جدا برضو تحياتنا لها مؤخرا مريم فارس بعد غيابها على السوشيال ميديا أو تقصيرها مع متابعينها على السوشيال ميديا شفنا لها صورة الصورة هذه تتحدث عن العائلة وفيها جو من الحب والدفء والحنان غير عادي مع العلم أن الصورة كانت في أجواء ثلجية كانت مع ابنها وكاتبة على الصورة Day to Remember طبعا قبل الصورة هذه فترة غياب والغريب في الموضوع ان مريم فارس كل صورها مع ابنها مغطية وجهها مش حابة ان المتابعين يشوفوا ابنها او ما نعرفش هو ممكن الخصوصية او ممكن لانها في لقاء سألوها قالت لهم انا حابة لما يكبر هو اللي يختار اذا كان حابب الناس تعرفه ان يكون وجه معروف او لا تحياتنا لمريم فارس هذه الشقراء الجميلة نمشوا لفقرة خفيف خفيف بس قبل هيك خلينا نقرأ خبر اليوم مستشفى يستعين بروبوت لنقل الاخبار السيئة لأهل المريض يواجه مستشفى امريكي عاصفة من الغضب بعد ان لجأ روبوت ليبلغ أسرة المريض أنه على وشك الموت المريض أدخل المريض إلى مستشفى كايزر بريتمنت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب معاناته من مشاكل في التنفس قبل أن يتوفى يوم الثلاث وخلال وجوده في قسم العناية المركزة مع حفيدته دخل روبوت أو رجل آلي
للغرفة، وفيما في نفس الوقت طلعوا الأطباء على شاشة مثبتة على الروبوت وأبلغ المريض بأنه على وشك أنه يموت أو يفارق الحياة. قالت حفيدة المريض أن الممرضة قالت لها بأن طبيب أو الدكتور رح يجي قريب للقاء المريض، بس فوجئت بالروبوت وهو يدخل عليهم الغرفة وينقلهم هذا الخبر. بس السيء في الموضوع ان اخبرتهم قبل يوم او اثنين من وفاته، بس نأيدها الفكرة نوعا ما. ليش؟ لان في اشخاص ما يتحملوش ان حد يقول لهم راهو المريض اللي يعني من أسرتكم على وشك الموت ويديروا في مشاكل، وممكن أحيانا حتى يتعرضوا الأطباء للضرب والعنف، فنأيدها نوعا ما. غريبة يعني فكرة صراحة. نمشي الخفيف خفيف على طول. أول خبر نبدوه مع فيفي عبدو لروتانا. لهذا السبب وافقت على تجديد الغجرية في ياسمينة. قالت النجمة فيفي عبدو وعبرت عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مسلسل ياسمينة لأنه يناقش الكثير من الجوانب الاجتماعية لفئة الغجر اللي ما يعرفهاش الكثير. وأكدت فيفي عبدو في تصريح أدلت به لروتانا نت أنها وافقت على تسجيل الدور لما تناول المؤلف محمد الغيتي من تفاصيل تسلط الضوء على حياتهم الخاصة وعلاقتهم بالتكنولوجيا وتكوين العصابات داخل مجتمعهم، وطبعا سيظهر فيه الكثير من عاداتهم أو تقاليدهم والمصطلحات اللي يتكلموا بها. وأوضحت أو قالت أنها مستمرة في تصوير مشاهدها مع حرية فرغلي وعدد من نجوم العمل بشكل مدروس للحاق بالسباق الرمضاني المقبل. طبعا الجديد بالذكر ان مسلسل ياسمينة يتضمن نخبة وكوكبة من النجوم بجانب الفنانة فيفي عبدو وحرية فرغلي. طبعا حرية فرغلي لها فترة غايبة عن الدراما وخصوصا مسلسلات رمضانية، وهم عزة مجاهد وميار الغيتي وسامح سريتي وسهر الصايغ واحمد كرارة وحازم سمير، وهو من انتاج شركة الذهب للانتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين من سيناريو وحوار محمد الغيتي واخراج عبد العزيز حشاد. نمشي لتاني خبر مع الفنان صاحب صوت العذب محمد عبدة يحيي حفلا فنيا لدعم مصابي مرض الزهايمر في السعودية. أحيى فنان العرب محمد عبدة حفل غنائي في هذا الأسبوع دعم لمرضى الزهايمر، وجاء الحفل بتنظيم من الجمعية العربية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر وترعاها هيئة الترفيه في السعودية. غنى محمد عبدة 12 أغنية ألهم بها حماس الجمهور السعودي، ومنها أغنية ليالي نجد ومعاد بدري وأرسل سلامي وعلى البال لونا وحبيبي واختلفنا وأيو، واختتم السهرة الجميلة بيا مستجيب الداعي وسط فعل جماهيري كبير. برضو استخدم فنان العرب العود في الحفل لأول مرة في حفلاته في السعودية. ويأتي الحفل ضمن فعاليات موسمية مزولة الخيرية عيش جوهم اللي تعد أحد المبادرات اللي تتبنى رؤية 2030 للتوعية والتثقيف. في ختام الحفل أكد الفنان محمد عبدة أهمية الحفلات الخيرية وتمنى أنها تكون لها جدولة وتنضم إلى برامج الترفيه حتى يكون لها معنى. يذكر أن الفنان محمد عبدة رح يدير حفلة في مدينة الأحساء اللي احتفلت باختيارها كعاصمة للسياحة العربية.
الحيوية. نمشي على طول لفقرة أوتوماتيك. اليوم رح نتكلم على السيارة تتميز بالفخامة والرفاهية، بوغاتي ديفو. أول ظهور لبوغاتي ديفو ضمن معرض بيبل بيتش في الولايات المتحدة، هي أغلى سيارات شركة بوغاتي الفرنسية والمملوكة من قبل مجموعة فولكس فاجن الألمانية. ديفو أخذت نفس هيكل تيشرون الخارقة البديلة على بوغاتي فيرون. تفاصيل الهيكل في ديفو كانت متوحشة شوية أكثر، أما ميكانيكيا فالمحرك نفسه لتيشرون، محرك W16 بسعة 8 لتر مع 4 شواحن توربينية، يولد تقريبا 1500 حصان وبرضو 1600 نيوتن متر من عزم الدوران. طبعا السيارة زي ما نشاهدوا فيها اختلفت شوية على تشيرون في الرفاهية وبرضو في الوزن. طبعا السيارة من أو بوغاتي ديفو زي ما نقوله احنا 7 مارشات أوتوماتيك وذاب الكامبيو عادي أوتوماتيك. سرعتها القصوى تبدأ أو نهايتها 380 كيلومتر في الساعة بدلا من 400 كيلومتر في الساعة اللي تستطيع تشيرون الوصول لها، لكن في المقابل سجلت سرعة أفضل على حلبة إيناردون الإيطالية مقارنة مع شقيقتها تشيرون. طبعا لتوفير قيادة آمنة في المنعطفات وقيادة متوحشة تمت إضافة 90 كيلوغرام من القوة السفلية للسيارة، وتم تعديل أنظمة التعليق فيها برضو، كما تم خفض وزن السيارة بمقدار تقريبا 35 كيلوغرام مقارنة بطراز تشيرون الأساسي. طبعا هذه السيارة بوغاتي ديفو كانت وشركة بوغاتي أنتجت منها فقط 40 قطعة وتم بيعها جميعها قبل الكشف عن السيارة. هذا الطراز الخارق الجديد تقريبا سعره 25 مليون دينار ليبي. سيارة الأحلام طبعا، وسيارة هي جدا راقية وفارهة. تحياتنا لكم، نمشوا على طول لفاشليستا. اليوم رح نحكو على كريستال ديور، ماركة عرفناها أو استعملناها كثيرا وليها برضو محبي ومتابعين هلبا. مجموعة التصاميم الراقية لربيع وصيف طبعا كريستال ديور 2019 في دبي، تستقبل دبي في 18 مارس الحالي عرض خاص ومميز لدار كريستال ديور للأزياء المترفة الهوت كوتيور. تعرض فيه المصممة ماريا غراتسيا كيوري مجموعة الأزياء الراقية للربيع والصيف المقبلين، إضافة إلى 10 تصاميم خاصة بهذا العرض تحاكي من خلالها المرأة العربية وتوقعها الدائم إلى الأناقة والرقي والأكثر ترفا واستثنائيا وتقديرها للعمل الحرفي والبراعة الفنية في الخياطة المترفة. العرض مستوحي من السيرك، ذاك المكان المفعم بالسحر لطالما استمد الكثير من الفنانين للإلهام من افتتانهم بهذا العالم الرائع والشاعري الذي لا غنى عنه. وقد كان كريستال ديور يحب الذهاب إلى السيرك في الشتاء، حيث قام ريتشارد أبيدون الذي تمكن من إعادة أسلوب السيد ديور بطريقة استثنائية بالتقاط الصورة الشهيرة سنة 1955 التي تحمل عنوان دوفيما مع الفيلة. هذه الصورة التي تجسد بشكل مثالي سحر التصاميم المترفة وروعتها في سنة 1955 عرض التلفزيون البريطاني تقرير مصور يحمل عنوان سيرك ديور يحط الرحالة في المدينة. ديور كريستال كامز تو تاون بمناسبة عرض الأزياء الذي أقامته الدار في فندق سافوي في لندن.
هيك كانت فقرتنا لليوم في تريندينج صباح. قدمنا لكم شوية أخبار فنية تتعلق بالفنانين وآخر أخبارهم، برضو قدمنا لكم خفيف خفيف حتى هي كانت أخبار على الفنانين، برضو قدمنا لكم على السوشيال ميديا وما يتعلق بالسوشيال ميديا. ما ننسوش أكيد عالم السيارات، هذا العالم الكبير والرائع. اليوم حكينا شوية على بوغاتي ديفو، برضو حكينا على الموضة وما يتعلق بالموضة، واخترنا لكم اليوم كريستال ديور. إن شاء الله بكرة راح نكون معاكم الساعة 10:30 في فقرة جديدة وأخبار جديدة تريندينج صباح. هذه الفقرة من أعداد الراقية والمبدعة دائما مريم العثماني، ومن تقديم رويدة عمر. شكرا لكم.